deal I have ever made in my whole career. أفضل فيديو قمت به في حياتي. شكرا. يعني أنا مش عايز أطول، عاوز نستمع أكتر للفنان يامي، لكن إجابة مع السؤال عايز أقول لكم الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت بمعنى المستهلك يصل إلى المنتج بسبب التكنولوجيا، بمعنى الإنترنت والتواصل الاجتماعي غيرت المعادلة السياحية. كنا نعتمد على أدوات تقليدية في المطار، الآن يجب أن نعتمد على أدوات حديثة، إنترنت من ناحية، ووجود أحداث رائعة على أرض مصر من كل بقاع مصر. النهاردة إحنا بنعمل هذا الحدث الضخم في أحضان الأهرامات وبالهول، بكرة ممكن نعمل حدث تاني في الأقصر، معبد الكرنك أو معبد الأقصر، ونقوم بضيوفنا الكبار بحفلات المفروض انها تبقى كل شهرين تقريبا. ده انا بوعدكم بيه ان كل شويه نعمل حدث كبير على ارض مصر، ابلغ مليون مره من ان احنا نقول اي كلام. مجرد وجود هذا الحدث على ارض الوطن بيرسل للاسف رساله قويه جدا للعالم كله، مش داعي اكتر من كده. شكرا.